استقبل مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان وفدا من الإعلاميين ومنظمات حقوقية وجمعيات خيرية. يأتي ذلك للاطلاع على مرافق المركز ومنشآته ومنظومة السياسة العقبية المطبقة داخله والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. مراكز الإصلاح والتأهيل تتبنى فكرا إصلاحيا متطورا ذو بعد إنساني يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، لذا ليس من المستغرب أن تكون مقصدا لزيارات دولية ومحلية لرؤية التجربة والاستفادة منها. في هذا السياق استقبل مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان وفدا يضم إعلاميين ومنظمات حقوقية وجمعيات خيرية للاطلاع على هذا المركز، والذي يعد واحداً من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية التي أنشأتها وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير حياة كريمة للنزلاء. اطلع أعضاء الوفد على ما يوفره المركز من رعاية طبية متطورة من خلال المركز الطبي بتجهيزاته الطبية المتطورة التي أحدثت نقلة نوعية في الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. كانت لنا فرصة للحديث مع النزلاء المرضى، يعني بصراحة أنا من كلامي معاهم أنا شايفة أن هم مرتاحين، لأن كنا بنسألهم بوضوح أنتوا لما بتتعبوا بتلاقوا حد يسأل عليكم، كل طلباتكم اللي بتطلبوها بتبقى تمام بتلاقوها، لما بتقدروا تتواصلوا مع أهاليكم عشان يقدروا يطمنوا على صحتكم، فطبعا أكدوا أنه ده بيحصل. النهاردة المستشفى بكل إمكانياته اللي احنا طلعنا عليها المرة اللي فاتت في حالة عمل، في حالة تشغيل، وده أمر مهم جدا جدا جدا. في جاهزية لاستقبال أي حالات والحالات الدقيقة جدا، يعني في عمليات القلب، أنا شفت حد محجوز في عملية قلب مفتوح، في قسم للنساء، بصراحة موضوع متقدم جدا جدا. كل ده بيأكد أن مراكز الإصلاح والتأهيل لديها فلسفة ولديها هدف نبيل، وهو مساعدة النزلاء على إجراء الجراحات، على إجراء العمليات، على تلقي الخدمة الطبية السليمة، وده اللي بيحقق العدالة وبيحقق الإنصاف وبيحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد شهد أعضاء الوفد الأساليب الحديثة في المنظومة العقابية والتي تطبقها وزارة الداخلية، والتي تعتمد في جزء منها على إصقال مهارات النزلاء الحرفية، نتاجها مشغولات يدوية تتسم بجودتها العالية ولوحات فنية رسمتها أيادي النزلاء. كما اطلعوا على ما يقدم للنزلاء من رعاية تعليمية وثقافية ورياضية. تطور غير مسبوق في تقديم الخدمات للنزلاء، سواء من الخدمات الرعاية الصحية أو خدمات التأهيل وإعادة الدمج الخاص بالنزلاء. ما يحدث هنا أصبح نموذجاً، ولذلك ليس صدفة أن تأتي الكثير من الوفود إلى مصر لترى هذه التجربة على أرض الواقع. لقيت الشكل اختلف والمكان اختلف والمعاملة اختلفت والحياة وأسلوب الحياة اختلف. يعني بلا شك هناك نقلة نوعية حضرية، يعني لم تحدث مش في المنطقة ولا في الشرق الأوسط، لا في العالم. وقام الوفد بجولة بمنطقة الزراعات والإنتاج الداجني والمصانع، وهي مرافق تأهيلية تساعد النزلاء على اكتساب مهنة تدر عليه دخلا ثابتا، سواء داخل المركز أو عقب الإفراج عنه. أهم ما لفت نظري هو هذا الاستعداد النفسي للنزيل لمواجهة الحياة بكل صعوباتها بعد انتهاء مدة عقوبته. حتة أن الدولة تحول السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل والإنتاج، بدل ما طلع مجرم بطلع إنسان منتج وإنسان حابب أنه يعيش بكرامة وبشرف. يكون عنده مكسب من خلال المشروعات الصغيرة بتعده إعداد وتأهيل نفسي متكامل في منظومة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. من خلال لقائنا مع السيدات ان هم مبسوطين وان هم
فرحانين ان هم قادرين ان هم يشتغلوا، قادرين ان هم يعبروا عن نفسهم. اتكلموا كتير قوي عن ان المعامله معاهم دايما كويسه، طبعا دي حاجه احنا دايما بنطمح ليها. واطلع الوفد على مواهب النزلاء الفنية التي يتم إثقالها من خلال خبراء ومتخصصين، حيث أثنوا على التطوير الكبير الذي تشهده السياسة العقابية في مصر. حتى السجون صارت صوامع للفنون، والدنيا من أجلها تسعى وتأتينا. وكرامة الإنسان تسكن مصرنا، والحق قولي ليس النزيل سجينا. أصبحت مراكز الإصلاح والتأهيل نموذجاً متفرداً في الإصلاح والتأهيل، ليس على المستوى المحلي ولكن الإقليمي والدولي، يحتذى به في إنسانيته وبرامجه التأهيلية، وهو ما يؤكده سعي العديد من الدول إلى نقل هذه التجربة التي تؤكد أن مصر تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل أبعادها. رؤية إصلاحية متطورة تتبناها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي أصبحت محل اهتمام وزيارات الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على هذه التجربة الفريدة التي تراعي المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال تأهيل وإصلاح النزلاء. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.